مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من عشاق القرآن. حافظ من قرية من قرى لحج، قرية تشتهر بالكثير من حفاظ القرآن الكريم بالاعتماد على أهل القرية والمدرسين القليلين جدا في تعليم القرآن الكريم وسائر العلوم الشرعية وغير الشرعية رغم الإمكانات الشحيحة جدا. منذ سنوات طويلة وتلك القرية الحمراء على وجه التحديد يعتمد عليها أبناؤها في كل العلوم دون دعم من أحد. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم، وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم، وحدنا رب. والله حفظ القرآن بدأناه يعني بالقرية، فكان يعني حفظ القرآن على شكل حلقات تحفيظ في المساجد، وكان شحيحة جدا يعني، فحفظناها يعني عن طريق التدريج، يعني حلقات ثم مخيمات صيفية، ثم أتممناها وأنا في سن السابع عشر في المسجد في غرة الحمراء. طبعا كل الدراسة كانت في قرية الحمراء، وكذلك يعني تعرف أنت أنها يعني منطقة يعني كانت ما شاء الله يعني حاضرة يعني بالقرآن وبحلقات التحفيظ، حتى أنها كانت في فترة الصيف يتم هناك في استقطاب بعض المعلمين ولكي يتم يعني تدريس يعني الطلاب وبشكل حلقات صيفية في مخيمات صيفية. يعني كان ما شاء الله يعني اللي عنده موهبة في القرآن وحفظه قوي وصوته جميل يتم استقطابه إلى هذه المخيمات فيتم تدريسهم يعني وتحفيظهم أجزاء، يعني أحيانا 20 جزء 15 جزء، وبعضهم يعني اللي قدوا حافظ يعني من قبل فيتم استكمال القرآن كاملا يعني في المخيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله حفظت القرآن يعني وأنا صغير جدا، يعني في حوالي الصف الثالث ابتدائي بدأت أحفظ صفحة، ثم بعد ذلك يعني استمريت على الجهد واجتهدت كثيرا فحفظت يعني صفحتين فاستمريت على هذا. فواجهني بعض الصعوبات، ما تعرف أنت عندما كنا يعني صغار يعني بعض الطلاب يعني يحرمون من مشاهدة حلقات التلفاز حلقات فكان بعضهم يتهربون من الحلقة. أنا عن نفسي كنت يعني مستمر يعني فيها ولم أتهرب ولم أتغيب يعني عن حلقة لذاتي يعني لأي ظرف من الظروف، فاستمريت واجتهدت وحتى يعني نلت هذه المرتبة من الحفظ الحمد لله. يعني طبعا أمي بدرجة أولى يعني ووالدي بدرجة ثانية، كلاهما كان يعني يحبان أن يكون ولدهما يعني ذا أساس قوي و يعني ذات صيت يعني في القرية، فاستمريت على هذا، وكان زملائي يعني بيننا تنافس كبير جدا، حتى أنني كنت يعني أريد أن أتقدم وأن آخذ يعني المضمار بشكل متقدم جدا يعني. اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم. الأهم شيء أول شيء حفظ كتاب الله عز وجل، لأن حفظ كتاب الله به تسعد وتنجى ويكون لك الفوز والفلاح في الدارين الأولى والآخرة، هذا بدرجة أولى يعني. والشيء الثاني تعرف أنت أن اللي يحفظ القرآن يكون يعني محفوظ من الله عز وجل، ويعني والله عز وجل يحببه في خلقه، وإذا حفظت القرآن يعني يكون لك شافعا يوم القيامة. هذه كلها حوافز أكيد الإنسان يعني يسعى لكي يكون يعني من أصحاب الدرجات العلى في الآخرة. والقرآن بدرجة أولى يعني، هو يعني كتاب رب العالمين، من أراد الله به خيرا فقهه فيه ونال منه مراده يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صوت محمد العذب واحد من أبرز الأسباب التي جعلته يداوم على حفظ القرآن الكريم، حيث كان هناك في القرية صغيرا يهمه التشجيع، يهمه ثناء الناس، يهمه تقديم الناس له، ليستمر بعد ذلك في الحفظ وفي تطوير نفسه أيضا في الإقراء وفي الإنشاد. شوف الأشياء اللي كنت يعني محببة لدي، يعني تعرف أنت عندما يكون الشخص صوته جميل ويمدحه الآخرون فيشعر بالنشوة والفرح والسرور، فهذا كان يعني دافع لي أن أتقدم يعني، فكان يشيدون لي يعني أنك ما شاء الله صوتك جميل وكذا، فاستمريت يعني ليس لهذا فقط، فلجانب يعني لكي يعني أول شيء لكي أتفوق و يعني أتقدم بما أنا فيه يعني من النجاح، وكل شيء يعني بزيادة والأوصان هو يعني بفضل يعني التشجيع. كانت يعني أتلقى من مدرسيني وكذا يعني عندما يقال أن صوتك جميل وحفظك قوي، فهذا شيء يعني يجعلك مستمر في التحفيظ. ذات يوم يعني كنا في حفل، يعني في حفل تكريم، وكان في أناس ما شاء الله يعني ذوي يعني أصوات جميلة جدا، فكنا نحن مش الفرقة الأساسية وإنما الفرقة اللي إيش اللي تكرر يعني الأصوات. فذات في اليوم نفسه عندما كانوا ينشدون وانا ايش يعني اكرر وراهم يعني، ايوه بعد ما كملت هذا التكرار فكملنا الحفل وكذا، فمسكني بعضهم يعني فقال صوتك يعني ما شاء الله يعني كان شويه يعني يخرج عن يعني لحن الغير، يعني كما تقول في صوتك يعني عذوبه وكذا، ليش ما تكون يعني في المقدمه؟ قلت والله لم يتاح لي الفرصه يعني، فكان هذا يعني هو السبب اللي جعلني بعدين في المقدمة. فالحفل الثاني كنت يعني أساس يعني أنا وزميل يعني كبير يعني بالسن كذا، فكنا يعني أساس في تقديم الحفل، فكنت أنا المقدم، وكذلك في مدرسة يافع، أنا المدرس في مدرسة يافع. فتعرف أنت في حفل يقام في مدرسة الهدى الثانوية، فكنت يعني أقرأ القرآن وأنشد يعني، فتقدمت بهذا يعني للمدرسة يعني وخدمة المدرسة، فكان يعني فنال إعجاب الكثير من الحاضرين يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كثيرة هي الأحلام بالنسبة لي محمد فيما يتعلق بتطوير الصوت، بأن كله عمل خاص فيما يتعلق بالإنشاد أو القرآن، لكن كما هي العادة مع الكثير من المبدعين اليمنيين الحاجة ثم الحاجة ثم الحاجة، دائما ما تقف عائقا أمام الجميع، ولا تستطيع أو لا يستطيع الإنسان التقدم كثيرا بغير الدعم، وهو الشيء المفقود حتى اللحظة. طبعا كثير من الناس يقولوا يعني مكانك ليس هنا، يعني ليه ما تقدم يعني في الكويت أو في أي دولة أخرى يعني، فهذا يرجع إلى الأشخاص والناس الذين يعني يقودون بهذا الأصوات، يعني الصوت وحده ما يكفي، فلم أجد يعني الدافع أو الرجل الذي يقف أمامك ويساندك لكي تخوض مضمار هذه التجارب. فكنت أنا أتمنى يعني أن أصير يعني إماما في أحد المساجد في دول الكويت أو أي دولة أخرى يعني، أو منشد يعني كبير جدا، لكن لم أجد الشخص الذي يمسك يعني بيدي ويقودني إلى إيش؟ إلى هذه الاتجاه يعني لهذا الاتجاه. فكنت كلما أسعى يعني كنت يعني أسعى وأكرر المحاولة مرة تلو الأخرى، فلم أجد يعني الحاضنة أو الشيء الذي يقودني لكي أحقق الشيء اللي أنا أرغب فيه. عرض علي من بعض الناس يعني قال لي اشتري منك شريط أو كذا، بعض مش كامل المصحف، نص المصحف، فأنا كنت يعني أتهرب يعني، لأن هذا الشخص تعرف يعني يقول لك يعني سجل عادي يعني كما تقول كذا يعني بدون يعني مقابل مادي، لا يعني مقابل يعني مثلا ما بدخلك مثلا مكان تصويت يعني تحسين أصوات أو كذا، يعني يشتك تقرأ طبيعي، وتعرف أنت يعني أحيانا لما تقرأ طبيعي عكس ما تقرأ في أماكن مثل هذه، ويعني يظهر صوتي بشكل جميل جدا يعني مثل ما أطلبه يعني مكبرات صوت وكذا وتحسينات وأشياء يعني جميلة لكي يظهر الصوت بشكله المطلوب يعني. فقلنا يعني أنا كنت أتهرب يعني، فكنا كل ما كان يحصلني يقول لي ها وين جيت وكذا، أقول له يعني أعذرني يا أخي. وأنا طبعا حفظت القرآن وأنا زي ما قلت لك يعني في السن السابع عشر في الصف الثاني ثانوي، والحمد لله أتممته، وثم بعدين دخلت الجامعة فدخلت تخصص فيزياء رياضيات، وبعد ذلك أكملنا مرحلة الجامعة ورحت مدرس في يافع في مدرسة الهدى الثانوية فيزياء رياضيات، المادة فيزياء، بس هذا يعني لم يجعلني يعني مقيدا، بالتالي مسكت هناك إمام يعني كإمام وكذا، وصليت في عدة مساجد ومسكت حلقات تحفيظ لبعض الطلاب في نفس المدرسة، يعني كنت مدرس فيزياء رياضيات والعصر يعني مسك حلقات تحفيظ للطلاب، وما شاء الله المدرسة كانت ممتازة جدا في تخريج الطلاب وفي تخريج الكادر، وما شاء الله خرجوا من هذه الحلقات حق المدرسة حلقات يعني طلاب ما شاء الله حافظين كتاب الله، وبعضهم ما شاء الله راح يعني يعني واصل الدراسة في الجامعة الإسلامية، فلم يعني الدراسة حق المادة يعني التخصص فيزياء رياضيات هذا يعني لم يعيقني لكي أنا أمارس يعني أو أستمر في تعليم القرآن الكريم مثل ما تعلمته يعني، وتوصيله للآخرين بالوجه المطلوب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا في نهاية هذه الحلقة بقيت أمنية لمحمد أنه الناس يشوفوا له. أنت لازلت إلى حد الآن تنتظر من يأتي ويأخذ بيدك لتصل، وإن شاء الله ما تكون محتاج أنك لا تقدم في الكويت ولا تقدم في غير الكويت. الناس يجوا هنا يشوفوا موهبتك، يسجلوا لك. الموضوع بسيط جدا، استوديو محترم يسجلوا له والباقي عليك. أكثر كذا ما تشتيش، بس خلاص استوديو بس كم ساعة والأمور بتمشي، سواء ما يتعلق بالقرآن أو حتى بالإنشاد. بتنشد كمان إن شاء الله مثلا. طيب، وبتنشد لنا كمان بعد قليل. على العموم نحن سعيدون بك ونكرمك في عشاق القرآن، واسم أنت الوحدة أيضا كرمك ب100,000 ريال، هذه هديتك. نشوفك إن شاء الله.